باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. ببداية الصوم الكبير إن شاء الله يعني يبقى صوم كده جميل وكله بركة، ويبقى كده إيه، صوم وصلاة زي ما بنصلي كده في القسمة كل يوم، الصوم والصلاة، فيبقى صوم مصحوب بصلاة جميلة، و نصلي دايما ايه عشان ربنا يتقبل توبتنا زي كده ايه الفريسي والعشار لما دخلوا الاثنين يصلوا، لكن واحد كان داخل يقول يا رب ايه ارحمني يا رب في اني خاطي. فترة جميلة بنعيشها في كنيستنا، فترة الصوم الكبير بنستناها من السنة للسنة. النهاردة هناخد عظة اسمها الساعة العاشرة. الساعة العاشرة في أوقات معينة كده اتذكرت بتدقيق في الكتاب المقدس، منها الساعة العاشرة في إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير الصح الأول. هقرأ لكم من آية 35 لآية 39. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله، فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما تعاليا وانظرا. فأتي ونظر أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. هبتدي معاكم في موضوع الساعة العاشرة. موضوع ده هو فعلا كل ما بتيجي لفظ الساعة العاشرة أقف كده ويعني أتخيل لما يكون واحد بيحكي قصة بعد سنين طويلة، بعد سنين القصة دي بيحكيها قديس يوحنا الحبيب بعد سنين، يعني أحد التأملات قالت إن هو بعد 60 سنة، بعد 60 سنة بيذكر لقائه مع السيد المسيح. هو التلميذ الثاني كان أندراوس، فهم كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان، فبيذكر الموعد اللي قابل فيه السيد المسيح بعد 60 سنة. يا بعد 60 سنة يقول الساعة العاشرة أنا قابلته الساعة العاشرة. عشان كده حبيت أوي أركز على الميعاد اللي قابل فيه يوحنا الحبيب ربنا يسوع المسيح، وبعد سنين طويلة يذكر الموعد الساعة العاشرة. ده الواحد يعني ممكن بعد أسبوع، 10 أيام، شهر، ممكن يكون نسي مثلا قابل فلان إمتى، ولا مثلا كان في إيه مثلا الأسبوع اللي فات، ولا نسي. أو مثلا يقول لك مثلا يا من حوالي 4 سنين كان في موضوع، يقول له لا 4 سنين ايه، ده الموضوع ده فات عليه 10 سنين. يا ده انا كنت فاكره من 3 4 سنين. طب كانت الساعة كام؟ انا فاكر قابلته الساعة كام. طب هو شفته في امتى؟ انا فاكر شفته امتى، مش فاكر، نسيت خلاص. يعني موضوع عدى ومن سنين، فطبيعي الواحد بينسى. لكن يوحنا يتذكر الساعة بالظبط اللي قابل فيها ربنا يسوع المسيح، الساعة العاشرة. في الساعة العاشرة، والساعة العاشرة في التوقيت اليهودي يعني في حدود الساعة 4 بعد الظهر، يعني نقدر نقول 4 بعد الظهر. ما هو الساعة الثالثة دي 9 الصبح، الساعة السادسة دي 12، الساعة التاسعة دي 3 بعد الظهر. فالساعة العاشرة يعني بعد 4 بشوية كده، يعني وقت الغروب. فده كان لقاء
ربنا يسوع المسيح مع يوحنا وإندراوس. الجميل قوي في القصة دي إن السيد المسيح قال لهم آية مهمة جدا، ودي اللي عايز أركز فيها شوية في لقاء ربنا يسوع المسيح مع كل واحد فينا. ماذا تطلبان؟ ماذا تطلبان؟ لما بتقابل ربنا يسوع المسيح وتقول له أنا قابلت ربنا يسوع المسيح الساعة العاشرة، هو بيقول لك بقى أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ تخيل حضرتك لو دخلت عند مسؤول كبير بعد ما خدت موعد ودخلت قعدت، وبعد طبعا التحية والقعدة والسؤال كلمتين حلوين كده في الأول، في موضوع انت داخل عشان عنده داخل في موضوع، تخيل حضرتك بعد ما دخلت ما طلبتش حاجة، قعدت نص ساعة عند المسؤول الكبير دوا ونزلت، هو يقول هو قاعد كان عايز ايه؟ معقول بس جاي يسلم وماشي؟ يعني ما قاليش على موضوع، ما طلبش حاجة، ما عرضش اي موضوع عنده، ايه ده؟ يعني معقولة كده بعد اللقاء دوا ويعني كده بس يعني جاي يسلم ويمشي؟ لكن لما تقابل ربنا يسوع المسيح بيقول لك ماذا تطلب؟ ماذا تطلب؟ ودوا اللي عايز أركز فيه قوي في بداية الصوم الكبير. في بداية الصوم الكبير كل يوم لنا لقاء ولقاء قوي مع ربنا يسوع المسيح. لقاء في حاجات كتير، خلي بالكم، يعني لقاء في حاجات كتير، لقاء في الصلاة طبعا اللي عنده فرصة ان هو يحضر قداس كل يوم يبقى شيء كويس، اللي عنده مثلا فرصة ان هو يعني يحضر القداديس الوخري يبقى شيء جميل جدا وبركة، وطبعا كل واحد يزود قراياته في الصوم الكبير في الكتاب المقدس، ويبتدي يزود صلاته في الصوم الكبير، يبتدي يزود مطنياته في الصوم الكبير. الصوم الكبير يعني أحلى أيام السنة، ده الحصاد كله بيطلع في الصوم الكبير. ف وانت صايم وانت بتصلي ماذا تطلب؟ انت بتفكر في ايه؟ صايم ليه؟ بتصلي ليه؟ ماذا تطلب؟ الحته دي مهمه جدا. السيد المسيح لما بيقابلك يقول لك انت جاي الكنيسه عايز ايه؟ عشان كده كنيستنا خدت الكلمه دي وحطتها في بداية الأواشي، وكلمة أوشية يعني صلاة، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، ونجيب بقى سلام الكنيسة وسلامة البابا البطريرك والآباء الأساقفة والمطرنة والكهنة والشمامسة والزروع والعشب، ونفضل نجيب سيرة كل حاجة نفضل نطلب من عنها إيه عنها، حتى الهواء. حتى يعني الهواء يجي بالذات في الصوم الكبير لما نقول جنينان اعطي ايه مزاجا حسنا للهواء. الله، طب يبقى لقائي مع ربنا يسوع المسيح في الساعة العاشرة هو لقاء الطلب، لقاء الطلب، لقاء، اللقاء ده ما يتسبش. عشان كده العلامة أورجينوس يجي عند الحتة دي ويقول ايه؟ إن كان كل يوم بيتقدم ذبيحة في العهد القديم، في ذبيحة صباحية دائمة وذبيحة مسائية، ويقول أي ذبيحة دائمة يمكن أن تكون روحية تقدم في الصباح حتى تستنير النفس وتظل طوال اليوم مشغولة بربنا يسوع المسيح، ولما يحل المساء نقدم الذبيحة الثانية فننعم بذات الذبيحة التي تحملنا إلى يومنا الجديد. يعني تفضل إيه؟ يعني الحكاية مستمرة صبح وليل صبح وليل، يفضل واحد صبح وليل في تقديم ذبائح. عشان كده في سفر الرؤيا يوحنا الحبيب يقول إيه؟ الحمل كأنه مذبوح، الحمل كأنه مذبوح،
والغريب ان في العهد القديم كانت انواع الذبائح كانوا ثلاث انواع من الحيوانات، يا اما صور او حمل او ماعز، وفي نوعين من الطيور، يا اما اليمامتان يا ايه فرخي الحمام. فظل هذا، عشان كده يقول كده ليه فضل اسم المخلص حمل مع ان ذبائح العهد القديم انتهت، فضل يحمل هذا اللقب يا حمل الله. ودي كانت هوذا حمل الله، حمل الله، فضلت لقب بتاعه حمل الله. شوفوا هنا هوذا حمل الله، وده اللي قاله يوحنا، هوذا حمل الله فنظر الى يسوع مشيا. فضل حمل الله يحمل خطية العالم. عشان كده لما تيجي تقابل بقى حمل الله الذبيحة، عشان كده احنا في لحن فائتة في انت قل هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة. لما تيجي تقابل حمل الله الذبيحة المقبولة ماذا تطلب؟ عروس النشيد طلعت جدعة، لما قابلته قالت له اجذبني وراك فنجري، ولما مش لاقياه جت وقت مش لاقياه قالت لا اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربط عند الظهيره. وفي الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. وقعدت تدور عليه ارايتم من تحبه نفسي. يبقى لما تيجي تقابل ربنا يسوع المسيح الساعة العاشرة وتقول زي التلميذين أين تمكس، ودي مهمة جدا بقى، هنشوف حمل الله أين يمكس. أول حاجة حمل الله يسكن داخلك، ودي جت في كورنثوس الأولى صحاح 3 آية 16، ألا تعرفون إنكم هيكل الله وإن روح الله ساكن فيكم. أول حاجة ربنا يسكن داخلك. في قصة إيليا وإليشع عند إصعاد إيليا إلى السماء، إليشع الأنبياء الصغيرين قالوا له أنت عارف إن النهاردة إيليا ربنا هياخده ويطلعه في السماء؟ قال لهم عارف، اسكتوا اسكتوا. إيليا راح أريحة، إليشع راح وراه، راح الأردن إليشع راح وراه، إيليا كل ما يروح في حتة يلاقي إليشع ماشي وراه. جه عند نهر الأردن مسك رداءه راح لف وراح ضرب نهر الأردن، عمل طريق عدى على الناحية التانية، إليشع وراه ما سابوش وراه. فإيليا قال لإليشع أطلب، لما الواحد يبقى ماسك في واحد يقول له اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك. فإليشع قال له ليكن نصيب اثنين من روحك علي. قال له صعبت السؤال. قال له بس بص، لو شفتني وانا بتاخد منك الى السماء يبقى ايه ربنا هيديك ثقل قلبك. وفعلا فيما هما ماشيين هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. وإليش هيقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. وإليش عشان يعرف إن طلبته استجابت مسك رداء إلي وضرب بالنهر تاني وعدى. قال بس يبقى إيه، قد استقرت روح إلي على إليشع. قال له ماذا تطلب؟ عشان كده ربنا في بداية الصوم بيقول لك أنت هتصوم وهتصلي، ماذا تطلب؟ قل له يا رب أين تمكس؟ قل له تعالى أمكس عندي، تعالى أمكس في بيتي يا رب، تعالى أمكس في بيتي. شو قال كده؟ لو اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. فرصة ان في بيتك يمكث الله، فرصة. قل له يا رب انت قلت لو اثنين او ثلاثة اجتمعوا باسمي
هناك أكون في وسطه فرصة أنت وزوجتك وأولادك تجتمعوا وتصلوا، هتلاقوا ربنا حاضر في وسطكم. فرصة فرصة، وهو بيخبط على باب قلبك بالليل يقول لك افتح لي هخش أتعشى عندك، تقول له يا رب اتفضل يا رب، اتفضل يا رب أنا مستنيك، ولا تقول له يا رب مش فاضي لك النهاردة، فوت علينا بكرة يا رب، احنا النهاردة مش عايزينك، احنا مش عايزينك يا رب، فوت علينا بكرة. لا، أين تمكث؟ الله يمكث في بيتك، والله يسكن في بيته. شوفوا داود النبي يقول حاجة جميلة جدا، داود النبي يقعد كده عند باب بيت ربنا يقول له ايه؟ واحدة سألت من الرب وأيها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. ربنا بيسكن في بيته، ويبقى الجميل لما الواحد يقعد في بيت ربنا ويتفرس، يعني يتفرس يقعد كده يتأمل ويركز، يركز في كل حاجة، مش يركز في اللي داخل واللي خارج واللي فلان جه، فلان ده بقاله كتير ما بجاش الكنيسة، فلان يا فلان النهارده حضرت، هو فلان جه، شوف الولد الصغير بيعمل دوشة ازاي، شوف يفضل واحد ايه يضيع وقت الكنيسة في يعني إدانة، ويفضل يضيع وقت اللي قاعد في الكنيسة في طب انا بعد ما اخلص القداس هروح فين؟ طب انا عندي مواعيد النهارده، ويبتدي يعمل أجندة مواعيد، ويبتدي يفكر في حاجات تانية خالص غير هيكل الرب. لا، وانت قاعد في الكنيسة تذكر داود النبي ينظر إلى جمال الرب ويتفرس في هيكل الرب، يقعد كده ويقعد يسرح في الكنيسة والأيقونات الجميلة اللي في الكنيسة، وفي منظر كده الصليب، ويقعد لو في مثلا أيقونات حلوة في موضوع معين يفضل كده يتأمل فيها، وتفضل ودنه كده تسمع القرايات والصلاة وعينيه بصة إلى هيكل جمال الرب. هو ده، هو ده الصوم الصلاة، هي دي الصوم الصلاة، إن تقول له أين تمكث؟ يمكث في بيته، وإنت النهاردة قاعد في بيته، لما رحت تصلي القداس أنت في بيت ربنا، تبقى في بيت ربنا ودماغك بره ما ينفعش، تبقى بيت ربنا وعينيك بره ما ينفعش، تبقى في بيت ربنا ودانك بره ما ينفعش، يبقى في بيت ربنا وقلبك بره ما ينفعش. ينفع تروح عند واحد في البيت وتسرح، او تمسك الموبايل وتفضل قاعد، انت لو انت ضيف عند واحد وقاعد ماسك الموبايل وقاعد ودخلت عند فلان وحتى ما بصيتلوش ولا سلمت عليه، دخلت قعدت عنده في الانتريه وقاعد ماسك الموبايل وعمال بصص فيه، انت جاي عندي ليه؟ جاي تمسك الموبايل عندي ايه يعني؟ عندنا شبكه يعني، ودخل عند الواي فاي بتاعي بتلقط الشبكه وقاعد وخلاص كده. لكن الواحد يخش عند حد يروح قافل الموبايل ويبقى ايه مركز معاه في الكلام، ويركز في كل كلمه، ويبتدي ايه يبقى حوار، في حوار دائر بينك وبين الله. انت في بيت ربنا بتتفرس في هيكل الرب، تشوف جمال بيت ربنا وريحة البخور وتشم ريحة البخور. مرة أحد القديسين أبونا ميخائيل البحيري كان عينيه طبعا كان الشيطان حسده، فيعني عينيه راحت كده أواخر أيامه، وكان كبر يعني، فلقوا كل شوية يروح الكنيسة، فهو يعني مع الكبر الودان ما بتسمعش كويس، هو ما بيشوفش، فيعني قالوا له يعني انت بتتعب نفسك ليه كل شويه تروح الكنيسه، بتتعب نفسك ليه؟ قال انا كفايه ان انا اخش اشم ريحه البخور. يا ايه ده، هي بس دي يعني اللي هو في بيت ربنا، حتى لو عينيه مش كلت او مثلا ضعفت ومش شايف، بس هو حاسس انه عند ربنا، حاسس ان عند ربنا في بيته. واحدة سألت من الرب وأيها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. الساعة العاشرة
ساعه اللقاء، ساعه اللقاء مع الله داخلك، الله يسكن داخلك، ساعه اللقاء مع الله في بيته. عشان كده حنا ام صموئيل استغلت الموضوع ده. عشان كده بقى لما تيجي في الساعه العاشره وتلاقي ربنا داخلك، او انت تروح عند ربنا في بيته، تلاقي بقى في الساعه العاشره في حاجه ثالثه مهمه، هي ايه؟ الصلاه. في الساعه العاشره في صلاه، عشان كده كنيستنا حطت لنا صلاه الغروب اللي هي بتيجي مع وقت الساعه العاشره، يعني بتيجي هي ايه بعد 4:30 كده شويه، هي صلاه الغروب. ليه بقى اشمعنا دي؟ لان في الساعه دي شوفوا بقى، لما يجي بقى واحد يروح الكنيسه كده يصلي العشيه بتاعت بعد الظهر دي، يجي داود النبي يقول ايه؟ فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نزل. طيب لما تروح بيت ربنا هيحصل ايه؟ لا ده انا هفتكر حنة ام صموئيل قالت ايه مهمه جدا، قالت ايه؟ اني اسكب نفسي امام الرب. اسكب يعني مش اطرح، لا اسكب زي ما تجيب ميه كده وترميها، اسكب نفسي، اصب نفسي كده امام الرب. تيجي بعد اليوم الطويل، بعد مشاكل اليوم ومشاكل العمل ومشاكل الحياه، الواحد محتاج ان يسكب نفسه امام الرب. عشان كده حنة قالت ايه؟ طبعا كانت فنانة بتغصها كل يوم بالعيال وهي ما عندهاش عيال، فقالت ايه لعلي الكاهن؟ من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت الى الان، من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت الى الان، انا امرأة حزينة النفس، حزينة الروح. عشان كده لما كانت فاكرها انها سكرانه، قالت له سكرانه ايه؟ ده انا امراه حزينه الروح، اسكب نفسي امام الرب. هنا بقى تسمع كلمه عالي الكاهن دي، حنة ام صموئيل تسمعها في الساعه العاشره لما يقولها ايه؟ اذهبي بسلام. يا رب هتديني السلام؟ بعد تعب اليوم، بعد يعني قرب اليوم، من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. تيجي تلاقي إن آخر النهار كده ربنا يقول لك إيه؟ اذهب بسلام. يا الساعة العاشرة ساعة الراحة، ساعة اللقاء، وإنها ساعة الراحة. أوعى تفوت الساعة العاشرة بدون صلاة، أوعى تفوت الساعة العاشرة بدون لقاء مع السيد المسيح. يوحنا وأندراوس قبلوه الساعة العاشرة، يوحنا فضل فاكر المعاد اللي من 60 سنة قابلته الساعة العاشرة. تعالوا كده نقول مثلا واحد قابل أي واحد من 3-4 سنين، أنا فاكره قابلته إمتى؟ مش عارف الصبح ولا بالليل. لو أي مثلا زوج وزوجة لو جه مثلا يقول لها أنت فاكرة أنا قابلتك إمتى أول مرة؟ تقول أنا فاكرة، أنا مش فاكرة، يعني كان الصبح ولا بالليل. لكن الزوجة تقول له ده انا فاكره وقابلتك مش عارف فين وقعدنا، وتجيب له الاحداث. يعني كان اول لقاء ده كان مهم جدا. دايما كده اول لقاء ده مهم جدا، يفضل شايل انطباع العمر كله اول لقاء ده بالذات. فالساعه العاشره هي ساعه اللقاء، ساعه اللقاء مع الله، ساعه اللقاء مع الله داخلك، ساعه اللقاء مع الله في بيته، ساعة اللقاء مع الله في الصلاة، ساعة اللقاء مع الله داخلك، ساعة اللقاء مع الله في بيته وفي محل سكناه، وساعة الله مع الصلاة. عشان كده في فترة الصوم الكبير الصوم والصلاة، تذكر الساعة العاشرة وتذكر لقاءك اليوم مع الله في الساعة العاشرة زي القديس يوحنا الحبيب وإندراوس لما قبلوه الساعة العاشرة. كل سنة وأنتم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد.